صحيح سلمى، بأولى محطاتنا يمكن كل شخص من الأشخاص صار عنده ذكرى بالمكتبة، وأكيد في إقبال كبير للزوار خلال أيام معرض الكتاب. رح نتعرف على الأجواء كيف عم تكون مع زميلتنا يارا سالم. والله حلو، ترتيبه حلو، يعني احنا تعودنا دائما على المكتبة انه تعمل هيك معارض قيمة ومنسقة ومزبطة، يعني ظريفة. مشاركة الدور العربية، يعني لاحظت انه في مشاركة دور عربية اكثر من السنة الماضية، يعني كان هي السنة، فالحمد لله يعني انه في اقبال حتى من برا، يعني لعنا لهون. المعرض لطيف كثير، وعم لاحظ انه في اشياء كثير جديدة ودور نشر جديدة، وهذا الشيء كثير مميز هي السنة. أنيق ولطيف ومنظم بطريقة كتير حلوة، العناوين حلوة، في كتب تاريخية حلوة، وفي كتب عن الأديان حلوة، وأقسام الأطفال كمان كتير ممتازة. كيف لقيتي فعلا عن السنة الماضية؟ إيه هلأ في كتب جديدة، في دور نشر ما كنا عم نشوفها، هلأ عم نشوفها هاي السنة. جينا وبدنا شيء محدد، بس لقينا خيارات أوسع بكتير إنه تجينا، يعني ممتاز وبياخد 10/10. هلا من ناحية القانونية كان في موسوعة قانونية كبيرة كتير، ومن ناحية الروايات وجانب الفلسفة كمان كان ممتاز بالتنوع اللي موجود فيه. كتير ظريف، وهذا الحشد الظريف يعني بيدعو للتفاؤل بزحمة هالأيام اللي عم نعيشها والظروف الصعبة يعني اللي مرت فيها هاي البلد، فكتير شي رائع أنه بتلاقي شباب وكبار وصغار عم يقروا. درت على بعض المكاتب، خذيت بعض كتب التنمية البشرية، واليوم جينا حضرنا انطلاق كتاب جديد اللي هو الصين، يعني حكم عن دورها التاريخي وواقعها وكيف انطلقت، يعني انطلاقة جديدة، وشو سر قوة الاقتصادية اللي ضعفت كل 10 سنوات ضعف جديد. يعني أنا عم دور على برنامج تعليمي لبنتي عمرها 2، كل شيء أمور تعليمية، نمي لها مواهبها، عمليات إسقاط، عمليات تركيب. هاي الكتب اللي بتحكي عن الطاقة واللي بتحكي عن التغذية والمايكروبيوتيك كتير عجبتني. صراحة أكثر شيء جذبني هو التنوع بالكتب، إنه كل شيء بدك إياه موجود وما في حدا يعني يضيع، الكتاب اللي بدك إياه موجود. يعني الشغلة الحلوة إنه في على الكمبيوتر بتكتبي الاسم بيدلوكي وين موجود تماما، بتحسن توصلي بسرعة المطلوبة.